السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وأصدقائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم في ترم جديد في مادة الأحياء 2022. أنا دكتور إسلام المنشاوي، طبيب بشري، وإن شاء الله أكون معاكم الترم ده في كورس مبسط، وإن شاء الله يبهركم وتستفادوا بيه جدا 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 على ناحية المستوى العلمي للأحياء، وعلى ناحية التجهيز إن شاء الله للاختبار، إنكم تستعدوا كويس جدا ليه. قبل بس ما نبتدي نشرح المحاضرة بتاعتنا، حابب بس أقول كلمة بسيطة خالص. دايما يا ولاد وانتوا بتتعلموا أو بتذاكروا، لازم يبقى ليكم هدف أسمى من العلم أو من الحاجات اللي بتتعلموها دي. احنا مش هدفنا رقم واحد والوحيد، يعني هو مش هدفنا الوحيد إن احنا نجيب درجات. هو هدف سامي وهدف مهم جدا، لازم أجيب درجات عشان أحقق حلمي، أدخل الكلية بتاعتي وأطلع الحاجة اللي أنا عايزها، ولكن في حاجة مهمة لازم تكون مقترنة بده عشان العلم اللي انا اتعلمه يبقى نافع لحياتي، وانا استفاد من اللي انا بتعلمه ده في ايه. ميزة العلم بتاعنا وربنا سبحانه وتعالى عطلنا فرصة ان احنا نتعلم اصلا عن غيرنا، وده اصطفاء كويس جدا من ربنا لازم نكون عارفينه، فلازم نعرف فايدة العلم ده، وان احنا بنعرف خصوصا في الاحياء على الاقل المادة اللي انا بدرسها اكلمكم عنها وعنها كدكتور كمان، ان ربنا سبحانه وتعالى وهبنا نعمة كبيرة قوي 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 ان احنا بنعرف حكمته والابداع ربنا سبحانه وتعالى جوه جسم الانسان، ازاي كل حاجة بتشتغل، ازاي بتحصل. ناس كتير جدا ما تعرفش الكلام ده. لما تعرف العظمة بتاع ربنا سبحانه وتعالى جوه جسم الانسان، بتكتسب جواك خشية من ربنا سبحانه وتعالى، بتخشاه وبتهابه، وبتعرف قد ايه ربنا عظيم اكتر ما انت عارف، وبتتقرب لربنا اكتر. فده بيخلينا نفتكر دايما الآية اللي بتقول انما يخشى الله من عبادي العلماء، ان العلماء بتخشى ربنا سبحانه وتعالى لانهم عارفين عظمته، وعارفين قد ايه ربنا كبير، وقد ايه ابدع في صنع الخلق والكون. تمام، فانت لازم تتأمل في المعلومة، تفهمها كويس جدا، وتتعلم حكمة ربنا سبحانه وتعالى وانت ماشي، كل حاجة بتنبهر في السماع عنها تقول سبحان الله، ولازم تتعلم الكلام ده طول فترة دراستك عشان تقدر تنتفع بالعلم. ودايما تتذكر برضو انت بتتعلم عموما في سكة رحلتك الطويلة للعلم ايا كانت الكلية، الحديث اللي بيقول اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، منهم علم ينتفع به. لو انت اتعلمت كويس وتقدر تعلم غيرك، دي من الحاجات الجميلة. ان شاء الله منهج الاحياء عندنا الترم الثاني، قبل ما نتكلم على الترم الثاني بس حابب اديلكم اوفر فيو، نظرة عامة كده على منهج الاحياء بشكل عام بتاع تانية وتالتة. احنا زمان ايام ما انا كنت في تانية ثانوي تالتة ثانوي، كان الاحياء بتاع تانية وتالتة عندكم هي بتاع تالتة بس عندنا. خلاص، بعيد بقى ان كان نظام قديم او جديد، بس ده اللي كان قائم وقتها. أنا بس حابب إيه يعني ألفت نظركم لحاجة، هو منهج الأحياء بتاعنا عموما بتاع تانية وتالتة بيتقسم إزاي؟ مهم قوي التقسيمة بتاعته دي. تقسيمة منهج الأحياء بتبدأ تتقسم إلى جزئين، خلاص؟ أحياء سنة تانية وأحياء سنة تالتة. أحياء سنة تانية دي بيبقى فيها أجهزة جسم الإنسان، تمام؟ ودي بتتقسم على ترمين، الترم الأول والترم الثاني. الترم الأول لو نفتكر كده كان فيه الآتي، في مين بقى؟ كان فيه التغذية والنقل، في الجهاز التغذية اللي هو الجهاز الهضمي، والجهاز الدوري اللي هو في النقل، والجهاز التنفسي. الترم الثاني إن شاء الله اللي هناخده بيبقى فيه الإخراج، وده من البرانشات الجميلة جدا، وبيبقى فيه الإحساس اللي هو بتاع الجهاز العصبي. تمام، ده كده الترم الثاني في سنة تانية اللي إحنا هناخدهم من الفصلين دول. سنة ثالثة بنقسم فيها المنهج لحاجتين، بقية الأجهزة، بقية الأجهزة، وحاجة اسمها البيولوجيا الجزيئية، تمام، اللي هو بندرس فيها الدي ان ايه، وده من البرانشات العظيمة جدا. بقية الأجهزة في سنة تالتة دول 4 أجهزة، الدعامة والحركة، الهرمونات، والتكاثر، وأخيرا المناعة. ده التقسيمة بتاعتنا عشان تقدر تركب الأحياء كلها على بعض، لأن احنا في سنة تالتة بنتعامل إنك دارس أحياء، ولما إن شاء الله وقتها لما بنحتاج حاجة من سنة تانية لسنة تالتة بنشرحها لك تاني. فأنت الأفضل إنك تتعلم كويس قوي دلوقتي عشان الموضوع ده يبقى سهل قدامك بعدين. وفرت لك مصدر كويس جدا هتقدر تذاكر منه بسهولة وبسلاسة قوي 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 قوي، حبيبك في الأحياء، وإن شاء الله تستفاد معانا بإذن الله. وظيفتنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي في فصل الإخراج، ودايما عندنا في أي جزء، أي جهاز من الأجهزة دي
بندرس الحاجه دي في النبات والحيوان والانسان، ونعامل الحيوان والانسان ان هم كحاجه واحده بالنسبه لدراسه الاحياء، مش حاجه واحده طبعا في الطبيعه. تمام؟ ان شاء الله هيكون معاكم سلسله روشتة من الحاجات اللي هتدي لك فعلا روشتة وافيه وكافيه في الاحياء، حبيبك كويس قوي. بنشرح على اسس النظام الجديد عشان تقدر تستفاد بيه. هنشرح جزء المحاضرة الأولى إن شاء الله، اللي حابب يكمل معانا. إحنا بنشتغل سنتر، تمام، وبنشتغل أونلاين. الناس اللي حابة تكمل معانا إن شاء الله سنتر، ده جزء من المحاضرة الأولى. لو هتكمل أفتح لك بقية المحاضرة بإذن الله. نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا عندنا الفصل الأول الإخراج، هنبدأ بالإخراج في الحيوان والإنسان، مش هبدأ بالنبات. النبات ده هختم بيه عشان خاطر يبقى البداية كده لطيفة جميلة وتحب الأحياء، عشان عارف الناس دايما بتتقفل من النبات، وده على فكره مش وحشه منك ولا حاجه، ولا انك مش شاطر، اي حد حتى احنا الصغيرين كنا كده. تمام؟ طيب ايه بقى مفهوم الاخراج واهميته؟ الكلام ده مش هتحفظه بس تعرفه. المفروض ان احنا بيحصل جوه جسمنا عمليات عديده كتيره جدا من العمليات الحيويه، سواء عمليه اكسده واختزال، هضم، امتصاص، الكلام ده كله. كل نسيج في جسم، كل خليه بتعمل العمليات الحيويه دي، ماشي، بتقدر ان هي ينتج عن العمليات والانشطه الكيميائيه اللي بتتم جواها بعض الفضلات والمواد التالفه. الفضلات دي او المواد التالفه دي لازم الجسم يتخلص منها باستمرار، عشان لما تتراكم في الجسم هتسبب ليه كتير جدا جدا من المشكلات والاضرار اللي ممكن تحصل في الجسم. طب عشان يخرجهم بيعمل وظيفه اسمها عمليه الاخراج. يبقى هنا كده بتحتاج كل العمليات الحيويه اللي بتحدث في جسم الكائن الحي الى انشطه كيميائيه. الانشطه دي بتتخلف عنها بعض الفضلات او المواد التالفه. دول بقى لابد، تمام، للكائن الحي ان يتخلص منها باستمرار. ليه؟ لان تراكمها في جسمه، تمام، بيسبب له كثير من المشكلات والاضرار، ويتم ذلك بنتخلص منه من ذلك عن طريق عمليه الاخراج. نبتدي كده اولا الاخراج في الحيوان. عمليه الاخراج اي ماده عشان نقول عليها، ودي مهمه جدا، وهنا البدايه مهمه قوي قوي قوي. اي ماده عشان نقول حصل للماده دي اخراج من الجسم، لازم الماده دي تكون عبرت عبر الاغشيه البلازميه او الاغشيه الخلويه للخلايا. يعني تكون كانت جوه مكان وعدت عبر غشاء بلازمي او غشاء خلوي، ينفع نسميه كده او كده، تمام، عشان تسيب الجسم في الاخر. في عندي مثلا مادتين من حاجات او حاجتين من الحاجات المشهوره قوي 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 في جسمي، بان احنا فاكرينهم من يعتبر اخراج، وهما لا يعتبر خروجهم من جسمي اخراج اصلا. زي مين؟ زي خروج البراز، تمام، الاستول، وزي خروج النيتروجين، تمام. ده وده لا يعتبر اخراج. ليه؟ التبرز لا يعتبر اخراج لانه اي واحد فيهم لا يعبر الاغشيه البلازميه للخلايا. طب انا مش مصدق، تعال نصدق. الاستول مثلا لو رسمنا الجهاز الهضمي، نرسم مثلا كده وش حد، تمام، واللي هيتكلم فيكم سواء امل او سعاد او اميره او ايا كان، مين دول يا دكتور؟ ما اعرفش، سواء اكيد اي حد بيسمعني هيكون فيهم امل وسعاد واميره، تمام. ده كده عباره عن المريء، وده كده عباره عن المعده، وده عباره عن الامعاء، تمام، الدقيقه طبعا بتبقى رسمتها غير كده شويه، وبعد كده تبدا تفتح تعمل الامعاء الغليظه او الجزء الاعور، تمام، وده القولون الصاعد، وده القولون المستعرض، مش المستعبط، المستعرض يا ولاد، تمام، وده كده القولون النازل، وبيعمل حاجه اسمها سيجمويد كله على شكل حرف اس او سيجما، وبيعمل المستقيم ثم القناه الشرجيه ثم الشرجيه. ايه رايك بقى ان البراز ده بيبقى مصدره الاتي؟ هو الاكل اللي اتاكل، تمام، واتكسر في البق، وبعد كده نزل في المعده، تمام، بتتكسر، بيتهضم، وبيتهضم الحاجات الصغيره، يصل لامتصاصها ويروح للدم. طب هل كل اللي نزل في المعده بيتهضم كويس جدا ويمتص؟ لا، في حاجات لا تهضم جيدا وبالتالي لا تمتص. يعني حاجه عشان تمتص لازم تكون حجمها صغير جدا. طيب وبعد ما تبدا ما تتهضمش، بالتالي مش هتمتص، فتكمل مسارها في الامعاء الدقيقه ثم الغليظه، ثم تنزل في القولون، ثم في الاخر تنزل ايه؟ براز. هل انت شايف عدت على غشاء؟ يعني طلعت كده من خليه؟ لا، ما عدتش على غشاء. يبقى اذا لا يعتبر التبرز اخراجا. ادي واحد. الحاجه الثانيه مثلا التنفس. لو قلنا ان دي كده القصبة الهوائية والقصيبات والشعب والشعيبات بالمنظر ده، وفي الاخر في حويصلات هوائية، تمام، والحويصلات دي بيبقى حواليها شعيرات دموية بالمنظر ده، شعيرات دموية بالمنظر ايه؟ بالمنظر ده. وهنا كده عندنا بقية الايه؟ الرئة بتاعتنا اهي، حلو، وهنا كده الرئة التانية اهي. ايه رأيك بقى ان احنا عندنا لما بنيجي ناخد في التنفس بناخد هواء، بيشيل الهواء ده فيه نيتروجين وفيه سي او 2 فيه اكسجين، في طبعا حوالي 21% من الهواء اللي داخل 21% اكسجين، وحوالي 87% نيتروجين، والباقي سي او 2 تقريبا وشويه حاجات تاني، بس دول الاساسيين. الاكسجين والسي او 2 بيبقى ليهم القدره ان هم يعدوا عبر الغشاء البلازميه، لان هم بيدوبوا في الدهون. لازم اي حاجه عشان تعدي من الغشاء لازم تدوب في الدهون. السي او 2 والاكسجين بيتوفر فيهم هذه الخاصيه، عشان كده دايما نلاقي الدم بيدي لنا سي او 2 للحويصلات،
وياخد منه الاكسجين عشان يبدا يوزعها للقلب والقلب يوزعها للجسم. طب النيتروجين بيفضل محله ساكت هنا ما بيعملش اي حاجه، ولما يجي نطلع الزفير يطلع معاه تاني. طب هل لما دخل وخرج هل عدى على غشاء بلازمي؟ هل عدى هنا كده؟ لا ما عداش على غشاء بلازمي، يبقى اذا النيتروجين خروجه لا يعتبر اخراجا له ولا اي تبرز، لان هما الاثنين لا يعبروا الى الغشاء البلازمي للخلايا. طيب وننفع نقولها بالعكس، بدل ما نقول البراز نفسه الاخراج، لا الامعاء الغليظه اللي هي القولون لا تعتبر عضو اخراج، لان الطعام المتوجه اليها اللي هو البراز يعني هيخرج من الجسم على اي براز دون ان يعبر الغشاء البلازمي للخلايا، وبالتالي هي لا تعتبر عضو اخراج. طيب مين هو البراز؟ هو الطعام غير المهضوم وبالتالي غير الممتص وبالتالي هو الفائض عن الجسم. طب ايه هو النيتروجين؟ هو بيدخل في الرئتين مع الشهيق ويخرج منها الزفير بدون ما ياخد ايه؟ ما يوصل للدم. تمام؟ وصول على فكره النيتروجين للدم يعني مؤذي جدا وبيعمل زي شبه جلطات، لانه يعني بيبدا يعمل فئفيق او بقليل هواء في الدم بتبدا تعمل ايه؟ زي جلطه، زي فكره حقنه الهواء يعني. عشان كده زمان كنا نقعد نقول الايس كريم بالنيتروجين اللي هو الحاجات المسالة ومبرده قوي بالنيتروجين، حاجات مضره ما تنفعش. طيب الفضلات اللي بيخرجها الجسم من جسمه، ايه بقى الفضلات اللي بتخرج من الجسم؟ طيب بص معايا، الفضلات انا اقسمها لثلاث حاجات، هي نواتج تكسير الجزيئات العضويه والبروتينات وحاجات اخرى. الجزيئات العضويه اي حاجه عضويه زي مثلا السكر، الكربوهيدرات دي عضويه، يعني عضويه يعني فيه في تركيبها كربون. طبعا السكريات ان شاء الله لما تاخدوها او اخدتوها الترم الاول كان في تركيبها ايه؟ كربوهيدرات فيها كربون، كربوهيدرات فيها كربون، يبقى لما تتكسر اي كربوهيدرات الى النواتج التكسير بتاعتها تدي لي ميه وثاني اكسيد الكربون او الكرتون، بهزر. طيب نواتج تكسير البروتينات، البروتينات لما بتتكسر بتدي لي حاجه اسمها فضلات نيتروجينيه، تمام؟ لازم في تركيبه نيتروجين، زي النشادر اللي هي ال NH3، الامونيا، زي اليوريا، زي حمض اليوريك او البوليك، كل الكلام ده هو نواتج تكسير الايه؟ البروتينات. طيب في بس حاجه كده، حمض اليوريك ده هو بيبقى ناتج عن تكسير البروتينات. اه تسمع الحمض اليوريك اللي هو بيبدا لما يتراكم كتير جدا 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 يعمل لي املاح، الاملاح الصلبه دي تترسب في المفاصل خصوصا بتاع مفصل الصابع رجلين، ويبدا يعمل لي التهابات، والالتهابات دي تعمل لي مرض يسمى النقرس، نقول عليه بالعربي النقرس. سموا النقرس ده داء الملوك، ليه؟ لانه بيجي من اللحمه الكتير، اللحمه دي عباره عن بروتين، والناس اللي بياكلوا لحمه كتير هم الملوك يعني، يا ربنا يرزقنا اياكم كده. طيب ده بالنسبه للنواتج تكسير البروتينات، بيبدا ايه ينتج عنها فضلات نيتروجينيه، بروتينات بينتج عنها فضلات نيتروجينيه زي النشادر واليوريا واليوريك اسيد او البوليك، تمام؟ حمض اليوريك اللي هو اليوريك اسيد او بنسميه حمض البوليك. في برضه عندي المواد السامه، دي بقى الحاجات الاخرى، مواد سامه ناتجه مثلا ادويه، ممكن محتويات التوابل المتطايره او الطياره، لما ساعتك بتشم فلفل اسود او كنت لازم هاتشي تعطس كده، صح؟ او الاملاح، الاملاح الزياده برضو بتخرج من الجسم صوره عرق او بتخرج مع البول وهكذا. طيب ايه وظائف اعضاء الاخراج اللي ربنا سبحانه وتعالى عملهم في جسمي؟ ان هم يتخلصوا من المواد الضاره والتالفه والسامه، وان هم ينظموا محتويات الجسم من الميه والاملاح. جسمي محتاج قد ايه؟ لو الميه زياده الاملاح زياده خلصوا من زياده، لو هم قليلين يحتفظوا بالموجود وما يفقدهمش، تمام؟ ده بالنسبه لوظائف اعضاء الايه؟ الاخراج، يتخلصوا من الحاجات التالفه والضاره والسامه، وينظموا محتويات الجسم من اللي موجود من الميه والاملاح. طب مين هم اهم اعضاء الاخراج في جسمي؟ اربعه نتكلم عليهم. رقم واحد الجلد، وده يعني مهم قوي قوي قوي. اثنين الرئتين، وثلاثه الكليتين، واربعه الكبد، تمام؟ طبعا الجلد والكليتين والكبد هناخدهم في الدرس ده، يعني عموما في الشابتر او الفصل ده. الرئتين سبق دراستهم في الجهاز التنفسي، بس كان بيخرج بعض الحاجات. طيب تعالى بقى نبتدي كده، احنا قلنا اولا الاخراج في الحيوان، ناخد بقى ثانيا الاخراج في الانسان. عايز اقول لك هو ما فيش فرق، يعني اعتبر كده العنوانين تحت الاخراج في الانسان وخلاص. طيب مين هم المواد الاخراجيه؟ تمام، وعضو الاخراج بتاعها. دي سهله جدا بقى، لازم تبقى عارفها عشان تيجي في الام سي كيو الاختياري يعني كتير. اولا كده ثاني اكسيد الكربون بيخرج عن طريق النفس، والنفس عضو الاخراج بتاعه رئتين. الميه تخرج ازاي؟ معظم الميه في البول، والبول يعني كليتين، وشويه في العرق، والعرق يعني الغدد العرقيه في الجلد، وشويه قليلين جدا مع بخار الميه اللي بيطلع في النفس. تلاقي نفسك بقى الساعه 5 6 الصبح انتوا رايحين مدرسه تعمل كده ايه بنفس المنظر ده، تقول لحضرتك شايف السجاير اللي بشربها، والبنت تقعد تقول لزميلتها مش هتغير الصنف بقى، وحاجات كده ايه اللي الناس على الناس البايظه دي، نهزر احنا كلنا بنعملها. يبقى برضه ده بيخرج عن طريق النفس، يبقى عضو الاخراج بتاع الرئتين. في رقم ثلاثه فضلات نيتروجينيه، ان هي ناتجه عن تكسير البروتينات، دي تخرج ازاي؟ ميلي واساسا عن طريق الايه؟ البول في الكليتين، وشويه قليلين جدا في العرق عن طريق الغدد العرقيه في الجلد. طيب في رقم اربعه املاح، الاملاح برضه بتخرج عن طريق البول في الكليتين وعن طريق الايه؟ العرق في الغدد العرقيه في الجلد. التوابل
التوابل الاساس فيها تخرج عن طريق الرئتين في المواد المتطايره، صح، مع النفس، وشويه برضو عن طريق الايه، الكليتين. رقم 6، المواد السامه في الاخر تخرج عن طريق الكبد والكليتين، لان هما الاثنين بيقدروا يحولوا المواد السامه الى غير سامه، تمام، او غير ذائبه، عشان نتخلص منها من الجسم بعد كده. ده بالنسبه للمقدمه اللي موجوده. المفروض بقى ان احنا نبدا نمسك الجلد، بعدين نمسك الكلى، وبعد كده نمسك الكبد. ده مقدمه بسيطه جدا عشان الناس خاطر ايه اللي ما حضرتش تقدر تواكب معانا. لو اوكي ان شاء الله نكمل معانا، ابعت لي على الكونتاكت الموجود في البوست، واتساب، على الرقم الموجود، وان شاء الله نفتح لك باقي المحاضره عشان خاطر تيجي المره الجايه ان شاء الله، تيجي مذاكر ونتوكل على الله ونكمل منهج الحياه مع بعض، وان شاء الله تنبسطوا ونتعلم حاجه كويس جدا جدا جدا، نفهمها من ناحيه الطب ونقول فيها معلومات طبيه جميله، بس دون ما نرخم عليك، بالعكس نحببك في الاحياء جدا جدا جدا. اشوفكم على خير يا ابطال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.